أينما كنتم السلام عليكم. لم يكن حراك شباب فلسطين مفاجئا ووليد لحظته في فلسطين الملحمة، فبمراجعة سريعة للسنوات العشر الماضية سنلاحظ أن شباب فلسطين بدأوا كسر الجدار عبر مبادرات عديدة أثمرت انتصارات على الاحتلال في غير مناسبة، من عمليات الطعن وصولا إلى منع مشروع البوابات الإلكترونية، وليس انتهاء بحملة أنقذ الشيخ جراح. فكيف تمكن شباب فلسطين من إطلاق هذه المبادرات؟ وهل أصبح هو من يتولى القيادة اليوم ناسفا فكرة الهرمية؟ وهل هو بحاجة إلى تنظيم اجتماعي سياسي يؤطر تحركاته ما يسهم في استمراريتها وفاعليتها؟ أسئلة المشاهدين نطرحها على ضيوفنا في حلقة اليوم من كسر الجدار. أسئلة نطرحها على ضيوفنا الصحفية والناشطة رامى يوسف من القدس المحتلة، الأسير المحرر والناشط أنيس فوري من الجليل، والصحفي والناشط إسماعيل الغول من غزة، ومن حي الشيخ جراح معنا الناشطة ألا سليمة. أهلا بكم جميعا ضيوفنا، وقبل أن نبدأ معكم هذا النقاش نبدأ بهذا العرض مشاهدينا لأبرز التحركات التي قام بها الشباب الفلسطيني، وما هي إذن هذه التحركات في هذا العرض لحسين السيد؟ نتابع. أهلا بكم. بعد نحو 21 عاما على انتفاضة القدس والأقصى، عادت مشاهد الاحتجاجات الشعبية إلى أراضي فلسطينيي 48 المحتلة. وخلافا للانتفاضة المنظمة التي تقدمتها القيادات السياسية والجماهيرية حينها، أشعل جيل جديد من فلسطينيي 48 اليوم شرارة الاحتجاجات من جديد في وجه الاعتداءات الإسرائيلية ونصرة للقدس وغزة. بمبادرات شبابية معظم المشاركين فيها طلاب جامعات ومدارس انتفضوا على واقعهم وتحدوا سياسات الاحتلال العنصرية الهادفة لعزلهم عن باقي الفلسطينيين. خلال التحركات الأخيرة نجح الشبان في الداخل المحتل بإبراز قضيتهم وجذب تعاطف دولي وعربي واسع من خلال قيادات شبابية كثفت أنشطتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى شاشات التلفزة العربية والعالمية. شعلة الانتفاضة بدأت من حي الشيخ جراح حين حاول مستوطنون متطرفون الاستيلاء على منازل الفلسطينيين بعد قرار المحكمة الإسرائيلية إجبار عائلات فلسطينية في الحي على إخلاء منازلها. إلى اللد التي خرج الفلسطينيون إلى شوارعها نصرة للقدس وغزة، وارتقى فيها الشهيد محمد كيوان بعد إطلاق الشرطة الإسرائيلية النار عليه. أم الفحم تصدرت المشهد لأسابيع بعد صد الفلسطينيين اعتداءات واسعة شنها مستوطنون متطرفون واعتداءات الشرطة الإسرائيلية، تماما كما حصل في مدن عكا وحيفا والرمل وغيرها في الكثير من مدن وقرى الداخل المحتل. وفي ظل مشاهدين استمرار القيود التي يفرضها الاحتلال على أهالي الشيخ جراح، سنبدأ مع ألاء من الشيخ جراح. إذن ألاء، يبدو أن مضايقات العدو لم تنتهي، هناك تضييق مجددا على الفلسطينيين ومنع أيضا للتظاهرات. بداية، ماذا تخبرين عن أوضاع الشيخ جراح في هذه الأثناء؟ مرحبا جميعا. 14 يوم تحت الحصار، حصار غير قانوني غير مشرع. الحصار، احنا ما بنقدر ندخل ولا نطلع من الحي بهالبساطه، نوقف باب بيتنا مش مسموح، عم بيطالبوا بالهويات. امبارح طلبوا منا هنونه عشان يشوفوا اذا احنا ساكنين بهذا البيت او لا. عم يدخلوا مستوطنين على الحي، مستوطنين مسلحين ساكنين بالبيوت اللي استولوا عليها بال 2009، وفي منهم مستوطنين مش ساكنين بالحي بس بيسمحوا لهم بالدخول. بيتم الاعتداء علينا من قبل المستوطنين على اعين جنود الاحتلال، وطبعا كل الحي في كاميرات تابعه لليهود عم بيشوفوا ايش في بصير، اعتداءات من قبل المستوطنين على سكان الحي، لا تتم محاسبتهم، ولو قدمنا شكوى عليهم غريمك القاضي، مش عم بيطلع يعني مش طالع بايدنا شيء، ولا نتوقع منهم يكون في شيء حكم لصالحنا. فالحي الى 14 يوم محاصر، هذا فرض حصار مش قانوني، صار سكنة عسكرية مغلقة، أنا ما بقدر أدخل ولا أطلع، ما في أي حدا بيقدر يزور سكان الحي إذا مش ساكن بالحي ولا يعني أقربنا. أفهم منك الآن أنه هناك محاولات إسرائيلية لترهيب الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، وهذه
هذه المحاولات للترهيب لا تزال مستمرة حتى الآن بالرغم من المعركة الأخيرة التي حصلت. نعم صحيح، عم بيحاولوا بكل الطرق يخوفوا الشباب المتضامنين وسكان الحي، حتى أطفالنا عم بيتعرضوا لاعتداءات منهم بدون أي محاسبة لإلهم. وأنتم كشباب فلسطيني ألا كيف تنقلون صورة وواقع ما يحصل في الشيخ جراح، خاصة وسط هذا التضييق الإسرائيلي الكبير وهذا الترهيب الإسرائيلي ومنع التظاهرات اليوم كما رأينا في الصور التي وردت إلينا من الشيخ جراح؟ نعم صحيح، يتم قمعنا بشتى الطرق، عم بصير في رشنا بالمياه العادمة بالقنابل الصوت، بالاعتداء علينا شخصيا بالضرب والاعتقال، عم نحاول نوثق كل الاعتداءات اللي عم بتصير علينا من خلال تليفوناتنا من خلال السوشيال ميديا ابس اللي عندنا، مع انه الشرطه ركبت اجهزه في الحي لاضعاف شبكه الانترنت حتى ما توصل صورتنا للعالم، حتى ما نوصل حقيقه الكيان الصهيوني للعالم، عم بدأوا علينا، حتى عم بمنعونا نصور، حتى الصحفيين اللي بيجوا عم بصوروا بمنعوهم يدخلوا الحي، بمنعوهم يغطوا الاحداث، ما في اعتبار ولا لصحفي ولا لمسعف ولا لإلنا والأطفال ولا النساء. فمع هيك احنا مستمرين رغم كل التضييق، لسه بس للساعة 9 اقتحموا بيت آل الكرد واحنا بس قاعدين بالشارع مش عاملين ولا اشي، الشباب بس متواجدين، عم كان في غناء من الشباب وضويين النار لأنه الدنيا برد، ف مش عم امشي. بس انت تحدثتي عن نقطة خطيرة قبل قليل، تقولين انه الاحتلال يحاول اضعاف شبكة الانترنت، هنا هذا برسم ايضا المجتمع الدولي لانه عملية اضعاف الانترنت ربما يمهد الاحتلال لخطوة ما، هل تتخوفون من ان يقدم الاحتلال على خطوة ما من خلال هذه الممارسات التي يقوم بها؟ هل تنذر عملية اضعاف شبكة الانترنت بحي الشيخ جراح بإمكانية ان يكون الاحتلال يخطط لعمل ما داخل الحي؟ نعم نعم، ممكن يدخل كهرباء على كل الحي، ممكن تكون عملية التهجير بشكل مخفي لأنه عم بيحاولوا دائما، ما نصور عم بشوفوا أي حدا ماسك من شباب الحي كاميرا يهاجموه، عم بيزدلنا تليفونات على الأرض عشان ما نصور إيش عم بيعملوا فينا وبيدفشونا وبطلعونا من الحدث عشان ما نغطي الأحداث، فبتخيل كل إشي منهم، مش عم نتأمل منهم أي خير من حكومة الاحتلال ولا جنودهم ولا مستوطنينهم، عم بتعرضونا يعني. طيب اسمحي لي ألا أيضا لنأخذ تعليق من ضيوفنا من القدس. راما، بداية كيف تعلقين راما على ما تقوله ألا، خاصة أنه في الفترة الأخيرة أعتقد أنه الجميع لم يكن يتوقع أن يقوم بالاحتلال بهذا التضييق بعد هذا الانتصار الفلسطيني الكبير الذي شاهدناه على مرأى من كل العالم؟ يعطيكم العافية. أولا أنا بصدق كلامها، وكمان يعني عنا إحنا صحفيين في الميدان وكنا في الشيخ جراح أغلب الوقت. لا أكيد كلنا نصدق كلام ألاء، ولكن أقول كيف تتفاعلين مع هذا الكلام الذي تقوله الآن، وهل أنتم كشباب اليوم في القدس تحاولون أيضا الوقوف إلى جانب الشيخ جراح وبأي طريقة؟ طبعا يعني اللي عم بيصير إنه إحنا بنكون منصور في وقت الحدث على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة فينا، وبتم التضييق، بتم يعني حتى التشويش على التصوير بمناطق تانية ما بيكون الانترنت مثل ما قالت سيء في منطقة شيخ جراح بالأكثر منطقة في القدس، فحقيقي كلامها جدا ومنعيشه إحنا وكثير منعاني منه كمان في الميدان. غير هيك في شيخ جراح تحديدا يعني اللي عم بيصير في القدس دائما إحنا نتعرض لقمع من المحتل، دائما نتعرض لاعتداءات، دائما في قمع وزي محاولة ترهيب المقدسيين، بس في الشيخ جراح تحديدا اللي عم بيصير انه المقدسيين يمنعوا من بيوتهم، يعني اليوم وصل المحتل انه يمنع الانسان يدخل بيته يمارس حقه الطبيعي بحرية التنقل او حتى بزيارتهم، يعني الضيوف يدخلوا على بيتهم صار صعب كثير يتوجهوا لهم، فحتى احنا كطواقم صحفية يعني عدة اصابات كانت عندنا في الطواقم الصحفية بشكل مباشر، المحتل اليوم بيمنع إيصال الصورة لأنه خائف، لأنه بيتخبط وشايف اللي عم بيصير على الأرض إنه ينقل للعالم أجمع، جميع العالم شايف اللي بيصير في القدس وخايف من ردة الفعل الشعبية اللي هي مشتركة من الداخل للقدس للضفة، جميع اليوم المقدسيين يعني متعاضدين وشايفين هاي الصورة مخيفة بالنسبة لهم،
يرهبهم تجمعنا مع بعض طبعا. ولكن رغم من هذا الخوف نرى الاحتلال يحاول استكمال مشروعه على ما يبدو عندما يقوم بهذه الممارسات التي تحدثت عنها آلاء قبل قليل. هناك محاولات ترهيب لأهالي الشيخ جراح عبر السماح للمستوطنين بأن يقفوا في الحي. هناك أيضا إضعاف لشبكة الإنترنت. هناك منع للتظاهرات. أليس كذلك؟ هل يعني مهزوم حاليا؟ مهزوم كيف؟ هم مهزومين يعني خائفين متحضرين كل الوقت على هبة الاستعداد في جميع المناطق مثل ما بنشوف، مش بس في الشيخ جراح، في سلوان، في العيسوية، في مواجهات دائمة ويومية واقتحام لبيوت المواطنين المقدسيين واعتقالات يعني يوميا عم نشوف أكثر من 10 بيتم اعتقالهم فعليا على أرض الواقع. ولكن هذه يعني المحتل دائما مهتم بصورته العامة، يعني لما بيكون في قتلى وعدد كبيرة ما بيعلنوا، ما بيعلن. لما بيكون في عمليات كبيرة في الميدان بيحاولوا يغطوا على هاي العمليات. فالمحتل بهمه صورته للعالم، بهمه ما يخوف شعبه لأنهم جبناء، وهم عارفين إنهم جبناء، بهمهم بالأخص الصورة تضلها بالنسبة لهم إنه إحنا إلنا السيطرة على أرض الواقع وشايفين المتظاهرين والموجودين وهم أعداد إحنا قادرين نقمعهم ونمنع المقدسيين من الوصول حتى لبيوتهم. يعني رغم أفهم منك الآن إنه الشباب الفلسطيني الآن متأهب للعودة مجددا لحماية الشيخ جراح من أي محاولات تهويد من قبل إسرائيل؟ طبعا مش بس متأهب، ألاء بتعرف لأنها مقيمة في الشيخ جراح، في بعض الشباب كانوا يقيموا في بيوت المقدسيين تأهبا واستعدادا لأي اقتحام، يعني لحماية البيوت كانوا يقيموا بناموا هناك في بيوت مخصصة فقط عشان يقيموا فيها. ليش؟ عشان إحنا عارفين أن عدو غدار وعارفين أنه هذه كلياتها حيل إعلامية هم بيمارسوها قدام العالم، ولكن هم مهزومين وخائفين. طيب وكمان طيب اسمحي لي هنا أن أنتقل أيضا لأنيس صفوري، خاصة أنه أنيس هو أسير محرر أمضى أكثر من 10 سنوات في سجون الاحتلال. إذا أنيس، كما نستمع لضيفتينا، الشباب الفلسطيني على أهبة الاستعداد للدفاع عن الشيخ جراح، أنت تحدثنا من الجليل، ماذا تقول لنا؟ يعني كيف يمكن للشباب الفلسطيني أن يحمي الشيخ جراح خاصة بعد الهبة الأخيرة والانتصار الأخير والملحمة الفلسطينية الأخيرة في ظل تعنت الاحتلال واستمرار ممارساته وتضييقه على أهالي الشيخ جراح؟ بالبداية أول شيء بدي اسمحوا لي أشكر قناة الميادين، قناة المقاومة اللي هي جزء من الانتصار اللي حقق الشعب الفلسطيني. شكرا لكل الشعوب والدول والأحزاب والتنظيمات، كل حدا ساهم بهذا النصر سواء بكلمة أو بموقف أو بالدعم المادي والمعنوي لشعبنا الفلسطيني، إلا أنتم كنتوا جزء منه طبعا. والشكر الجزيل لشعبنا الفلسطيني اللي دائما بثبت نفسه وبثبت قضيته، بأكد البوصلة بوجهها صحيح في ظل الضباب اللي كان موجود في المنطقة. الأشياء اللي عم بتصير حاليا هي هجمة عكسية من الاحتلال كرد فعل على اللي قام فيه شبابنا الفلسطيني سواء بالقدس، في الضفة، في غزة، في الأراضي المحتلة عام 48، أو حتى في مناطق اللجوء خارج الأراضي المحتلة. الاحتلال عم بمارس سياسة العصاي والجزرة. امبارح كان في لقاء كان موجود على في معهد هرتزلية للأمن القومي، كان لقاء مهم لمسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية وخبراء المخابرات الصهيونية، أو ما يسمى في خبرات هي أصابة يعني، بأكد هيك أنه هم متجهين نحو سياسة العصاب باتجاه أي حدا ساهم أو شارك في الأحداث الأخيرة، ومتجهين بسياسة أنه يشتروا دماء شهدائنا في تحسين بعض مرافق الحياة في قرانا ومدننا العربية. وهذا الإشي خطير جدا على كل مجتمعنا، بالذات أنا هون بدي أحكي على الأراضي المحتلة عام 48. في مخطط صهيوني لأنهم يعوضوا دماء أبنائنا، وكل هاي تسمعها كل أم فلسطينية. في عندهم مخطط انه يحسنوا شروط الاحتلال للفلسطينيين في 48 مقابل دماء ابناء. واحنا موضوعنا مش مطلبي، احنا شعب بده يتحرر،
واحنا اصحاب قضيه وطنيه. انيس، هذا الكلام هام للغايه، اسمح لي قبل ان تقبل هذه الفكره، انت كيف وصلت الى هذه المعلومات؟ نريد ان تعيد لو سمحت هذه النقاط، لانه هي محاوله واستمرار من الاسرائيلي لتهويد هذا الحي، ومحاوله ايضا جديده من محاولاته للخديعه وللايقاع بالشعب الفلسطيني. احنا مفروض فينا نتعلم من تجاربنا السابقه ونسبق الاحتلال خطوه دائما. امبارح الاي ان اس اس اللي هم مجموعه من السفاحين ومجموعه من الخبراء في التعذيب وفي قمع الشعوب كانوا باثين على التواصل الاجتماعي محاضره او لقاء بين مسؤولين سواء اجهزه مخابرات او خبراء علم اجتماع او خبراء علم نفس اجتماعي بكثير مجالات، كانوا باثين على الموجود، يعني هم نشروه طبعا وبقدر اي حدا يفوت ويتابع شو كانوا يحكوا سواء في كيفيه التعاطي مع غزه او نصائح بكيفيه التعاطي مع غزه او كيفيه التعاطي مع الفلسطينيين في 48. هم بيحاولوا يقنعوا انفسهم انه السبب الـ الاحتجاجات في 48 هو الاهمال الاقتصادي، او بيجيبوها بطريقه حلوه، بتعرف كيف الصهاينه، يعني اي احتلال كيف بحاول يكذب على حاله ويكذب على شعبه. الحقيقه هون انا بهمنيش شو الاحتلال بحكي، هدول ناس مجرمين ما لهم مال. احنا خلينا نشوف شعبنا الفلسطيني بالضبط شو لازم يعمل الخطوه الجايه. الخطوه الجايه رفض اي مساومه على دماء شهدائنا في الاراضي الفلسطينيه عام 48 او كل دماء الشعب الفلسطيني مقابل تحسين شروط السجن تبعتنا. احنا مش عم نطالب هون، احنا هون مسجونين تحت هدول العصابات الموجوده، واحنا ما بنطالبش في تحسين شروط السجن الموجود هون احنا موجودين فيه، احنا بنطالب في الحريه، احنا بنطالب في وقف الانتهاكات الانسانيه باتجاه شعبنا الفلسطيني. احنا اصحاب قضيه وطنيه وحركه تحرر وطن، ومش راح نتنازل عن هذا الحكي. وهون في خداع، في مدسوسين عم بيلعبوا كثير في تفاصيل تتعلق في هالمواضيع. اي تحسين هو تحسين شروط سجن. انتوا يا جماعه الخير، احنا كشعب فلسطيني موجودين تحت احتلال، واحنا حركه تحرر، وهم بيحاولوا قاعدين يشتروا دماء ابنائنا، الاصابات اللي صارت عند ابنائنا، تم قلع عيون ابنائنا، عندنا بشفى عمل اصابات في العين، تعمد قنص في الاعين صار بشفى عمل. واستشهدوا الشباب، وفي عندنا الشهيد من ام الفهد. دماء شهدائنا اغلى من كل اموالكم، ومن كل خداعكم الاقتصادية، ومن كل خداعكم الاجتماعية، ومفهوم التعايش مع العنصرية هو مفهوم مرفوض، مرفوض جملة وتفصيلا. لا أنا بقبل أنه يهودي يتعايش مع النازية، ولا إنسان يتعايش مع داعش، ولا فلسطيني يتعايش مع الصهيونية. هذا الحكي مرفوض مبدئيا. مش مهم شروط السجن، مش مهم شو الشروط اللي بتقدم لي إياها، تحسن لي وجبة أكلي في السجن سواء بدي أقارن، لأنه هيك الموضوع، هم بدهم يحسنوا لنا الاجواء الموجودين فيها تحت الاحتلال، وهذا الحكي مرفوض. دماء شهدائنا اغلى من كل منهم هم ومن كل الدنيا باللي فيها، ومش راح نتخلى عنهم، ومش راح نساوم مع دماء شهدائنا ولا على ارضنا. قضيتنا قضية وطنية. على كل حال، الشعب الفلسطيني أكد ذلك مؤخرا أنيس في هذه الملحمة التي سطرها، إن كان في الأراضي المحتلة وإن كان أيضا بصواريخ غزة أيضا التي دكت غالبية مدن الاحتلال. هنا نسأل أيضا ضيفنا من غزة إسماعيل الغول، إلى أي مدى إسماعيل يمكن القول أن صواريخ غزة ستكون أيضا حاضرة للرد على أي انتهاك فلسطيني، خاصة إذا ما قرر الاحتلال الذهاب بعيدا في محاولات تهجير أهالي الشيخ جراح في ظل هذا التعنت والذي نقلته إلينا آلاء سليمة قبل قليل من داخل حي الشيخ جراح؟ في البداية دعنا نترحم على أرواح الشهداء الذين استشهدوا في معركة سيف القدس، وكان ختامها في وداع ما يقارب 20 شهيد من الشباب الذين انتشلوا من داخل الأنفاق في داخل قطاع غزة. فبما أننا نتحدث عن الشباب، فاختتمت معركة سيف القدس بانتشال ما يقارب 20 شهيد من باطن الأرض. وبما يخص سؤالك أستاذ العزيز، وعدت المقاومة الفلسطينية في داخل قطاع غزة بأن أي تعنت من الاحتلال ستكون الصواريخ هي من تتحدث. نحن نعرف الاحتلال جيدا، خضنا معه معارك طويلة، كان هناك ثلاث معارك وثلاث حروب، الفرقان وحجارة إدجيل ومعركة العصف المأكول. الاحتلال حاول في كل مرة تقزيم انتصار المقاومة
ونسف انتصار المقاومة بعدم التزام في الشروط. لكن بعد معركة العصف المأكول انتهجت المقاومة سياسة جديدة باتجاه الاحتلال، فكان الرد من المقاومة دائم وبشكل مباشر على أي تعنت من المقاومة اتجاه ضرب مستوطنات غلاف غزة، وكان ذلك واضح عقب مسيرات العودة التي انطلقت في عام 2018. فكان هذه المسيرات كانت جهد شبابي، وكان رد المقاومة تغول على دماء أبناء شعب بدك مستوطنات غلاف غزة بالشكل المباشر وعمليات قنص للاحتلال على حدود قطاع غزة. فلذلك كلنا ثقة في المقاومة أنها ستكون هي الرادع الحقيقي لهذا الاحتلال. في كل مرة تثبت المقاومة أنها هي الرادع، وهذه المرة لن تتوقف المقاومة في هذه المعركة إلى هذا الحد. فكانت بداية المعركة من أجل القدس، وإذا استمر الاحتلال بالتعنت من أجل القدس فسوف يكون الرد مباشر من أجل القدس. وأنتم كشباب غزة اليوم إسماعيل، كيف تتفاعلون مع هذه الأخبار الواردة من الشيخ جراح في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ومحاولات ترويع وترهيب أهالي الشيخ جراح؟ طبعا نحن نتحدث عن مقاومة أعلنت حتى اللحظات الأخيرة وحتى هذه اللحظات أن يدها على الزناد وقادرة على الرد بأي لحظة، لكن التفاعل الفلسطيني كان تفاعل مبهج جدا. كان الشارع الفلسطيني والشباب الفلسطيني جاهزون لدفع اي ثمن من اجل القدس، من اجل الشيخ جراح. فنحن شاهدنا ذلك في المسيرات الانتصار التي انطلقت في اخر ايام، كان جلها من الشباب، كان الشباب يرفعون شعارات النصر حتى اخر لحظه. حتى في مشهد اخر كان احد الشبان من تحت الركام يتم انتشاله ويرفع شعارة النصر. فنحن نتحدث عن شبان مستعدون للتضحية بكل ما يملكون، فهم الأداة الفعالة والأداة الأكثر ردا والأكثر جهوزية في هذا الميدان. وعن جهوزية أهالي الشيخ جراح سنسأل ونعود لآلاء سلايمة. إذن آلاء، إذا ما قرر الاحتلال الذهاب أبعد من هذه الممارسات التي يقوم بها الآن، أهالي الشيخ جراح هل هم مستعدون لمواجهة أي محاولات للاحتلال، ربما لاقتحام منازلهم، ربما لتكرار بعض المشاهد التي شاهدناها مؤخرا عندما جاء بعض المستوطنون ودخلوا إلى منازل الأهالي واحتلوها؟ كل ما نستطيع من قوة وصمود سنبقى في بيوتنا ونواجه المحتل، لن نتخلى عن بيوتنا. كاد أجزم بأن أي شخص ساكن في حي الشيخ جراح يمكنه أن يهدم بيته بيده ولا أن يسكن فيه مستوطن. يعني طبعا الشباب المقدسي مش عم بتخلى عنا، مثل ما حكت راما في شباب عم بيناموا عنا بالحي تجهزا لأي غدر من الاحتلال. إحنا فعليا مش عم ننام داخل بيوتنا خلال الليل لأنه منتوقع منهم أي شيء، منتوقع منهم الغدر. طبعا بهاي الفترة إحنا جاهزين حالنا لأي هجوم، دائما بنكون نحاول نكون صاحيين لأي مواجهة من المحتل. حاليا أنا أكيد أنه بتعرفوا في تجميد لقرارات الإخلاء، هاي القرارات جاءت للإخلاء بس لأنه محاكم الاحتلال خافت من الرأي العام الدولي حول قضية حي الشيخ جراح بسبب الضجة الإعلامية التي حدثت، وتريد أن تلمع صورتها كالعادة كدولة سلام وديمقراطية، وهذا الكلام غير صحيح أبدا. لا لا يعني لا من قريب لا ولا من بعيد، لا ديمقراطية فيها أبدا أبدا، لا فيش ذرة سلام وإحنا بنتعامل مع الكيان الصهيوني. طبعا قضية حي الشيخ جراح هي قضية واحدة من قضايا فلسطين اللي فيها جرائم حرب، كل جرائم الحرب مورست على الشعب الفلسطيني، وما زال الكيان الصهيوني يمارس كل قبحه وحقارته ووقاحته على الشعب الفلسطيني دون أي مساءلة قانونية. وين القوانين الدولية التي تحمي الأفراد؟ حتى وإحنا محتلين في لنا حقوق، يعني حقوق الطفل، حقوق المدنيين وقت الحرب، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كلياتها إسرائيل تضربها عرض الحائط. إحنا عم نتعامل مع كيان غاصب مش عم بيعمل اعتبار ولا لأي إشي ولا لأي، حتى القوانين الدولية هي إسرائيل مش عم تعملها اعتبار بحماية حليفتها أمريكا.
ليش؟ على كل حال، بالرغم من كل هذه الانتهاكات، بالرغم من هذا الصمت الدولي الذي تتحدثين عنه آلاء، نلاحظ هذا الثبات، هذا الصمود من قبل الشباب الفلسطيني والشعب الفلسطيني وأهالي الشيخ جراح وآلاء سلايمة منهم مشاهدين، التي تقول أن أهالي الحي على أكمل الجهوزية والاستعداد لمواجهة أي محاولات للدخول إلى منازلهم، وهم على استعداد لتدمير منازلهم ولا أن يسكنها أي مستوطن. هنا نسألك راما، إلى أي مدى تعنت الاحتلال واستمراره بهذه الطريقة في حي الشيخ جراح قد يعود ويفجر هبة أخرى، قد تكون أيضا استكمال للهبة التي رأيناها في الأيام منذ شهر رمضان حتى هذه الأيام، والتي سجلت ملحمة فلسطينية؟ هل يمكن أن يحصل ذلك في ظل هذا الاستعداد الذي تحدثت عنه أنت أيضا قبل قليل؟ هو من المؤكد أنه سيفجر الأوضاع. يعني أهل الشيخ جراح لن يسكتوا بعد اليوم، لن يسمحوا بممارسة كل مظاهر القمع والجرائم الحرب فعليا عليهم. أهل القدس يعني هناك تكاتف، مش فقط من أهالي القدس، من أهالي داخل الخط الأخضر، من يعني جميع الأهالي اليوم في الضفة الغربية في القدس وفي الداخل يتكاتفون ويتعاضدون بعضهم البعض لأجل ليس فقط قضية الشيخ جراح، هي كانت المفجر الأول، ولكن الجميع اليوم على رأي واحد و يعني على أهبة الاستعداد لأي دفع غالي والنفيس. أهالي الشيخ جراح اليوم هم في حرب، هم ليسوا لوحدهم. هون الجديد في القضية، القضية اليوم أصبحت رأي عام عالمي، القضية اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي هي الأولى عالميا، هي ترند. هنا دور الشباب الفلسطيني راما، إلى أي مدى كان له صحيح دور كبير بالنسبة لوسائل التواصل وقدرته على استخدام هذه الوسائل لنقل الصورة الحقيقية لما يحصل في الأراضي المحتلة؟ لأنه كما تعلم الغرب عادة كان يتبنى الرواية الإسرائيلية بشكل كامل. كان في تعتيم دائما، يعني كان في رواية من طرف واحد على أغلب وسائل التواصل، مش وسائل التواصل الاجتماعية فقط ولكن أيضا على القنوات الفضائية. اليوم وسائل التواصل الاجتماعية كان لها الدور الأبرز، إن لم يكن هو الدور الأول في هذه القضية. القضية صارت عالمية بسبب وسائل التواصل الاجتماعية، بسبب الشباب الموجودين ميدانيا على الأرض. الشباب المقدسي كانوا بينقلوا على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، تم التواصل مع أغلب المؤثرين عالميا، مع المغنيين، مع الممثلين، يعني الجميع اليوم شارك بأنه فتح منصته بوسائل التواصل الاجتماعي لتكون منبر للفلسطينيين والمقدسيين ليوصلوا الصورة والقضية بشكل حقيقي. فاليوم جميع العالم، غربا كانوا أم عرب، عرفوا عن القضية، ومش بس عرفوا، شافوا على أرض الواقع شو اللي يتم ممارسته على المقدسيين وعلى المواطنين، شافوا الحقيقة اللي إحنا طول عمرنا بننادي فيها وبنحكي فيها ولكن يتم يعني التعتيم عليها وعدم إظهارها. اليوم العالم أجمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أولي، وأيضا عبر وسائل القنوات الإعلامية، عرف وشاف اللي بيصير في القدس، عرف وفهم أنه اليوم الحق للمقدسي في أرضه. اليوم يتم ممارسة عليه كافة أشكال القمع والظلم في القدس، ومع ذلك هو صامد وموجود، ويوميا بيتم قمعه. في اليوم اللي بعده بيجي أعداد أكبر، فاليوم في طاقة مقدسية فلسطينية شبابية موجودة وتضخ لجميع العالم إنه شوفوا اللي بيصير بفلسطين، شوفوا أصحاب الحق والأرض كيف لم يتنازلوا ولن يتنازلوا عن شبر من أرض. إذا مشاهدينا، هكذا أوصل الشباب الفلسطيني هذا الصوت الفلسطيني والحقيقة الفلسطينية لكل العالم، كما نستمع من راما، نستمع من أنيس، نستمع من إسماعيل، ونستمع أيضا من آلاء سلايمة المتواجدة في حي الشيخ جراح، والتي ستبقى معنا أيضا في هذه الحلقة من كسر الجدار، التي سنتحدث فيها بعد الفاصل مشاهدينا عن هذه المبادرات الشبابية، كيف انطلقت، إلى ماذا وصلت، وماذا تحتاج لتستمر، ولكن بعد فاصل قصير مشاهدينا، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من كسر الجدار. إذن خلال الملحمة الفلسطينية مؤخرا كان هناك حديث عن الكثير من المبادرات الشبابية. هذه المبادرات إذا عدنا بالذاكرة قليلا إلى الوراء، هي لم تكن جديدة، هي لم تكن مفاجئة أيضا كما يقول البعض، ولكنها كانت بزخم أكبر. هنا أبدأ معك النقاش بهذه النقطة أنيس صفوري، هذه المبادرات الفلسطينية من الشباب الفلسطيني كما ذكرنا ليست جديدة، ولكن كيف تمكن الشباب
الشباب الفلسطيني من إطلاق هذه المبادرات، خاصة أن الساحة الفلسطينية كانت تشهد في السنوات الماضية انقسام حاد؟ بالبداية تعال نحط هيك أنه عوام 2007-2008 كانت على مستوى العالم كله وعلى مستوى الفلسطينيين كانت مهمة كثير في إنشاء مواقع التواصل الاجتماعي. هالمواقع بين تأثيرها الاجتماعي على المجتمع الفلسطيني وعلى كل العالم بعد سنين 2010 وما بعدها. عندنا في المجتمع الفلسطيني كان في عندنا حركات بلشت من 2010 تقريبا، اللي بلشت تنبت هيك حركات شبابية. طبعا في تأثير مهم لها هاي الحركات، هاي الحركات ضرورية، بس أنا بدي أقسم هنا الموضوع لقسمين، التنظيمات السياسية والحركات الشبابية، واثنين ضروريات واثنين بحاجة لهم. الحركات هي حالة اجتماعية عم بتواجه مواضيع محددة بعينها، مثل مشكلة أو معركة الشيخ جراح، بس الأحزاب السياسية هنا في لها دور. أنا ابن حزب سياسي طبعا، بدي أوجه نقد للحركات الوطنية في الداخل، عليها تستوعب الشباب هدول وتكون جزء منهم. لا شباب الحراك بيقدروا يغنوا عن الحركات الوطنية في الداخل، ولا الحركات الوطنية في الداخل بتقدر تغني عن الحركات الشبابية نتيجة التطور الاجتماعي اللي عم بيصير في العالم كلياته وفي عندنا في فلسطين. ولكن هناك كلام أنيس خاصة بعد الذي حصل مؤخرا، أنه اليوم الشباب الفلسطيني سبق الأحزاب والفصائل وسبق القيادة، هل هذا الأمر صحيح؟ عمليا صحيح، نظريا غير صحيح. في حركات سياسية وأحزاب سياسية في الداخل بتحكي عن هاي المرحلة اللي احنا وصلنا لها حاليا من سنين طويلة، بس للأسف عمليا ما كانت الممارسة على أرض الواقع. وأنا كابن برضو حركة سياسية، النقد للحركات السياسية، ما كانت الممارسة على أرض الواقع بتواكب الإشي النظري. هاي مزبوط، نعم، هم سبقوا الجميع من ناحية عملية، من ناحية نظرية كان في تنظير من قبل من سنين طويلة لأنه يكون في إنه الفلسطينيين في الداخل راح يوصل لمرحلة مواجهة محتومة، بالذات مع الوضوح اللي صارت فيه الأحداث بعد هيك، من عنصرية واضحة، من كتير تراكمات. طبعا هاي الانفجار اللي صار هو نتيجة كتير حركات وكتير نشاطات وكتير توعية قامت فيها الحركات وقامت فيها بعض الشخصيات السياسية المستقلة، وكمان الأحزاب السياسية بديش أعطيها الدور، يعني بديش أقول هي أكبر دور، بس كان لها دور لأنه كتير من شباب الحركات كانوا أحزاب سياسية أو هم لليوم أحزاب سياسية، ففي دور كان للأحزاب السياسية في إنشاء الحركات، وكان في دور حتى الشباب اللي طلعوا من الأحزاب السياسية. هون في نقطة مهمة، عشان نواجه هذا الكيان الصهيوني احنا بحاجه لحراك ولحزب، بحاجه لايديولوجيا وبحاجه لتنظيم حديدي ومتماسك وهرمي، بنفس الوقت بحاجه لحركات تلم اكبر عدد ممكن لاهداف محدده، مثل معركه الشيخ جراح، مثل حراك الفحماوي، مثل اي حراك بيصير لاسباب، او حراك بروفر كمان. كل هاي الأشياء ما بتتناقض مع بعض، وهاي اللي لازم على الأحزاب السياسية تفهمه، مع الحركات الشبابية تفهمه. الشباب يعطيهم العافية، بالفعل هم سبقوا الجميع من ناحية عملية وتظاهروا وأثبتوا نفسهم، وهذا ما في عليه نقاش طبعا. والحركات السياسية ولجنة المتابعة، أنا بدي أحكي هون على موضوع لجنة المتابعة. لجنة المتابعة والحركات السياسية عندنا في الأراضي المحتلة عام 48 عليها إنها تواكب الحالة الموجودة، وعليها كمان تحصد الحالة الموجودة بما يخدم القضية الفلسطينية والحراك والأحزاب. لأنه إحنا موجودين ضد مؤسسة، عشان نكون فاهمين بالضبط، هم مؤسسة هرمية إلها إمكانياتها الضخمة. عشان إحنا نقدر نواجه، مش دائما، يعني مثلا أعطيته مثال موضوع انقطاع الإنترنت عن الشيخ جراح أو محاولة تشويشه، هاي عم بيصير في عدة مناطق تانية كمان. هذا محاولة التشويش والاستهداف ممكن يأثر على الحراك أكثر من التنظيم، لأنه التنظيم بيكون له مفاصل تواصل معينة، بيكون في عنده قدرات للتواصل إلى آخره من الأمور. فإحنا بحاجة إنه نتكامل مع بعض
عشان نقدر نواجه هذه المؤسسة اللي بتسمي على مؤسسة طبعا على العصابة يعني. على كل حال سأعود أيضا إلى المبادرات الشبابية معك إسماعيل الغول من غزة لنسأل عن تسلسل هذه المبادرات، كيف تسلسلت هذه المبادرات خلال سنوات عشر ماضية حتى وصلنا إلى ما رأيناه خلال الفترة الماضية والتي توجت كما ذكرنا وسميناها في الميادين بالملحمة الفلسطينية التي شاهدناها؟ في البداية دعني أوضح نقطتين. فضل. الأولى بخصوص المبادرات الشبابية انتقلت من العالم التقليدي من تعليق بوستر إلى عالم السوشيال ميديا. فالآن نحن نتحدث عن دعوة تنطلق من غزة تصل إلى القدس إلى بيروت تصل إلى سوريا إلى مصر. هناك تكاثف شبابي عربي فلسطيني من أجل إيصال الرسالة الفلسطينية المقدسة. وهذه عالم السوشيال ميديا أحدث ثورة عربية ونهضة في الفكر العربي وأعاد الأمة الإسلامية كلها إلى تفكيرها الصحيح وإلى إحياء واستنهاض قضية القدس القضية الرئيسية التي نعيشها. الأمر الآخر هو قضية الأحزاب السياسية. نحن نعيش مع 15 حزب سياسي جميعهم مختلف في المنهج وفي التفكير وفي السياسة التي يتبعها، لكن في عام 2018 أنشئت الغرفة المشتركة التي هي خيار الشعب، خيار الشعب هو الخيار المقاوم. هذه الغرفة المشتركة التي تضم 12 حزب فلسطيني مسلح تدافع عن فلسطين بكامل قوتها. فإحنا لو تحدثنا عن الواقع الذي نعيشه، هناك رفض سياسي كبير، هناك غضب وسخط سياسي على مناهج سياسية مساومة، مناهج سياسية منسقة، وهذا الغضب يطول الكل الفلسطيني من أجل إحداث انقلاب على هذا الاحتلال. فإحنا الانقلاب الحقيقي باتباع منهج المقاومة، وهذا رأيناه في الحرب ومعركة سيف القدس الأخيرة بالتفاف كامل الشعب الفلسطيني سواء في الداخل في حي الشيخ جراح في القدس، جميعهم يهتف بأسماء رموز المقاومة جميعها. رأينا رموز المقاومة تعلق على جدران القدس، فهو المنهج الحقيقي هو منهج المقاومة الذي يتبعه هذا الشعب. لا نريد اتباع أي نظام سياسي منسق، لا نريد اتباع الأحزاب السياسية المنسقة أو المساومة. فنحن نتحدث عن نظام سياسي هو النظام المقاوم فقط. بالعودة أيضا إلى البرامج والمبادرات الشبابية من أجل إحداث حراك فلسطيني وتوحيد الأنظمة الفلسطينية، كان لها دور أيضا في إنشاء الغرفة المشتركة، لكن بالعودة إلى الحركات الفلسطينية فشهدنا عدد كبير من الحركات منذ 10 سنوات. طبعا أنا أتحدث منذ 10 سنوات رأينا حركة كبيرة في غزة كان أبرزها مسيرات العودة. صحيح. وأيضا في القدس كان أبرزها هبت أبواب البوابات الإلكترونية وهبت باب الرحمة. فنحن نتحدث وعمليات الداس أيضا التي رأيناها وبعض التحركات الشعبية ومنع البوابات الإلكترونية أيضا في المسجد الأقصى. صحيح، هذه حركات شبابية. نحن نتحدث عن خمس الشعب الفلسطيني هو من فئة الشباب، هو ما بين 18 إلى 29 عام. فنحن نتحدث عن فئة كبيرة في المجتمع تحدث حراك وتغيير سياسي، وأيضا رأينا تغيير في الواقع السياسي في قطاع غزة على مستوى قطاع غزة بإشراك كبير من الفئة الشبابية في التحرك السياسي والأنظمة السياسية. فنحن نتحدث عن تحرك كبير في الملف الشبابي على مستوى قطاع غزة، والملف الشبابي في قطاع غزة انتقل بتحريك كافة العالم وكل العالم من الدفاع عن القدس، أيضا من عن السوشيال ميديا إلى التجمع على حدود الأردن، التجمع على حدود لبنان، التجمع على حدود العراق، والتجمع على حدود مصر إذا استطعنا، والتجمع أيضا واستنهاض الداخل المحتل والقدس. رأينا ذلك في هذه الهبة، رأينا ذلك في معركة القدس وسيف القدس ومسيرات العودة، استنهاض كبير من الشعوب بما يخص القضية الفلسطينية. كان للشباب دور بارز وكبير على كل حال. أنا إسماعيل ال10 سنوات الماضية إسماعيل سأفصل معك بموضوع مسيرات العودة بعد قليل وأهمية هذه المسيرات وإلى أي مدى يمكن أن تعود خاصة في ظل هذا التعنت من قبل الاحتلال، ولكن قبل ذلك سنعود إلى موضوع الهرمية. هنا أسألك آلاء سلايمة، وأنت واكبت كل المرحلة الماضية التي كان عنوانها الأساسي القدس
والشيخ جراح والمسجد الأقصى، وتابعنا وشاهدنا كل الذي حصل. إلى أي مدى برأيك هذا الشباب الفلسطيني، وأنت من هذا الشباب، عكس الهرمية اليوم؟ يعني عادة ما تكون القيادة هي التي تقود ثم تنطلق الجماهير على الأرض. إلى أي مدى يمكن القول أن الشباب الفلسطيني عكس الموضوع، تحرك فلحقته القيادة فأصبحنا نتحدث عن القاعدة هي التي، أو إذا صح التعبير، أنه القاعدة تتحرك باتجاه القيادة وليس العكس؟ 100% أصبح الشباب الفلسطيني هو رأس الهرم. كل التحرك والهبة في أرجاء فلسطين من شمالها لجنوبها مثل ما شهدنا بانتفاضة فلسطين كان سببها الشباب. الشباب الموجود في الشارع، الموجود بالميدان، هو اللي عمل كل هبة فلسطين وأوصل الرسالة. أصبحت هلأ الأنظمة والحكومات هي تتبع ما يقوم به الشباب الفلسطيني على أرض الواقع، وأجبرت في نقاط معينة أن تتبع ما يريده الشباب الفلسطيني، لأنه الشباب عاش في ظل الضغط، وكل ممارسات الاحتلال كانت على الشباب الموجود في الشارع، فانتفض الشباب رافضا لهذه الممارسات العنصرية الهمجية من الاحتلال الصهيوني. فحاليا هو الشباب هو اللي عم بترأس ايش عم بصير بفلسطين على ارض الواقع، هو اللي عم بحرك الانظمه والقيادات. ما بنكر انه في قيادات بفلسطين وعلى راسها المقاومه، طبعا هم اللي عم بحركوا. المقاومه عم تعمل دورها، الشباب عم بيعمل دوره، الدور اللازم مع هيك كيان صهيوني غاصب. ما بفهم الاحتلال نظريات والكلام على الاوراق، الاحتلال يحتاج فعل على ارض الواقع. هلا انت ما بتقدر تقنع كل شباب فلسطين من شمالها لجنوبها بفكره السلام والعيش حياه طبيعيه مع كيان صهيوني فيه عنصريه مستشريه. لا يمكن التعايش مع كيان غاضب وغاصب مثل الكيان الصهيوني لدى دولة الاحتلال، وهي لن تكون يوما ما دولة. دخل اليهود على فلسطين مشردين من بقاع الأرض، لم تكن لديهم دولة يوما ما عبر التاريخ، وسيخرجون يوما ما من فلسطين مشردين، والمرتزقة سيلحقون بهم، سنطردهم من فلسطين، ولن يكون لهم بيننا مكان أبدا. نعم، على كل حال، من أيضا المبادرات التي عادت وبشكل كبير بزخم كبير مشاهدينا مؤخرا كان موضوع الإضرابات. رغم كان هناك إضراب الكرامة ثم إضراب الفجر، وكان لهما تأثير كبير هذه المرة. والإضراب على فكرة في فلسطين المحتلة تاريخيا هو موجود ويستخدم، ولكن مع الوقت تحول وكأنه مناسبة عادية. لماذا هذه المرة عاد الإضراب إلى زخمه الذي رأيناه؟ إلى أي مدى يمكن أن يتكرر في محاولة للضغط على الاحتلال؟ الإضراب في فلسطين في يوم الجمعة اللي تقرر فيه، فعليا كل الوطن تعاضد وكان يد واحدة وتم الإضراب في فلسطين التاريخية كاملة. هذا جمال الإضراب ومعناه كان بوجود إنه إحنا كفلسطينيين نقدر لما نقرر نفعل، ولما بدنا نضرب تعبيرا عن يعني مش بس اعتراضنا، مش بس التنكيل والظلم اللي بنتعرض له يوميا، كمان اقتصاديا مهم احنا نضرب بوجه المحتل ونقاطعه. يعني في مش بس الاضراب، في المقاطعه انتشرت بشكل كبير فعليا، مقاطعه البضائع الاسرائيليه الى جانب الاضراب كطريقه بالنسبه لنا كانت طريقه ناجعه ومهمه لاثبات انه الفلسطينيين اليوم قادرين انه يقرروا وقادرين من الارض يثبتوا للمحتل انه لم يتخطى او لم يقم بهيك الدخول في صفوف المقدسيين في الداخل. لم رغم المقاطعه لا زالت فعاله؟ يعني هل لازلتم تعملون بقوة أيضا على مستوى كشباب فلسطيني على وسائل التواصل، باستخدام وسائل التواصل لإقناع أيضا من هم خارج فلسطين في موضوع المقاطعة؟ هل لازال هذا السلاح فعال؟ المقاطعة كانت فعالة، ممكن نحكي بنسبة 50%، حاليا هي بنسبة 90% إذا لم أكن ببالغ. يعني فعليا عم نشوف على أرض الواقع أطفال، ناس ما كانوا مقتنعين بفكرة المقاطعة من باب انه ما في بديل، من باب انه احنا في دوله محتله، من اي باب كان،
اليوم هم مقتنعين 100% انه احنا هذا بايدي، انا بايدي اقرر واقاطع بضائع المحتل، وهناك بدائل فلسطينيه جودتها اعلى بنسبه كبيره من جوده بضائع المحتل، والاهم انه كمان كباب من التعاضد والتعاطف اني انا قادر اقدم شيء لشهداء غزه، للي ضحوا عشان الوطن وعشان الشيخ جراح وعشاني انا كمقدسي فعليا، انا قادر اقدم له شيء باني اقاطع بضائع المحتل، اقاطع هاي الصواريخ، القنابل، حتى الرصاصات اللي تضرب اتجاهنا كفلسطينيين، انا قادر اقاطع وما ادعم ولا اي منتج من منتجاتهم فعليا، عشان كمان نثبت لإلهم احنا الاضراب اشتغل بشكل كثير كبير فعليا، الجميع اضرب، الجميع امتنع عن فتح محله، جميع البضائع توقفت، ولا اي محل في القدس تحديدا، لاني انا بقيت في القدس كان فاتح او قدرت يكون في تواجد للفلسطينيين فيه، فعليا نجح بكامل قوانا انه نعبر للمحتل ونأكد انه الفلسطينيين قادرين وسوف يعني يقدروا يكملوا لبعدين في اي قرار بيتخذوه جميع الحراكات الفلسطينية. على كل حال المقاطعة، الاضرابات مشاهدينا هي من الطرق السلمية للمواجهة. أنيس، هل هذه الطرق ستكون هي الوسيلة لإنهاء الاحتلال أم أنه لا، هناك طرق أخرى يجب أن تستخدم في ظل هذا الصراع المحتدم مع الاحتلال المدجج بكل أنواع الأسلحة والذي يعني يقوم بكل الانتهاكات من دون حسيب ولا رقيب؟ عفوا بس أنا بدي أغير السماعة لأنه يبدو أنه في تشويش، بس بدي ولا يهمك، تفضل تفضل أنيس تفضل. أعيد السؤال لو سمحت. نعم أنيس، كنت أسألك إنه المقاطعة، الإضرابات هي من الوسائل والطرق السلمية لمواجهة الاحتلال، هل برأيك هذه الطرق السلمية يمكن أن تؤدي إلى نتيجة بمواجهة هكذا احتلال، أم إنه لا يجب اللجوء ربما إلى وسائل غير سلمية أيضا بمواجهته؟ ما قصة أيضا التشويش الذي تتعرض له يا أنيس؟ مش عارف، بس الوضع انه التلفون تسمعني انيس الان؟ مش عم بركض. تسمعني الان؟ انا سمعتك من الانترنت مش من التلفون. تفضل. الفكره هيك، انا ما بقدر اقول، في كثير شغلات ما بقدر احكيها بحكم انه احنا موجودين هون في 48، وبتخيل المشاهد راح يفهم لحاله. الله يحميك. بس الفكره هيك انه حسب القانون الدولي انه اي شعب موجود تحت احتلال بحق له انه يواجه الاحتلال في كل السبل والوسائل المتاحه، هاي من ناحيه قانون دولي، انا بحكي قانون دولي طبعا. فكل واحد يفهم كيف لازم يفهم، بخصوص النضال السلمي، تعال نسميه النضال الشعبي، لانه صار في عندنا لغط عند بعض الاحزاب والحركات بمفهوم النضال السلمي. احنا بنحكي هون عن نضال شعبي، مش الكل بيقدر يقاوم في كل الاشكال، في ناس تقدر تتقدم، في ناس تقدر اقل، فاللي بيقدرش يواجه في نوعيه معينه بيقدر يواجه في هاي الاسلوب، وهي مشاركه اكبر عدد ممكن من شعبنا الفلسطيني في هاي المواجهة مع مؤسسة الكيان الصهيوني. فللكل في دور، للكل. احنا مرة تانية بنحكيش على طيب صار طيب في مشكلة، لأنه الوقت دهمني، وصلت هذه الفكرة يعني الوقت داهمنا كثيرا، بدقيقة لو سمحت لي. هذا الشباب الفلسطيني اليوم الذي تحدثنا عنه وعن مبادراته الكبيرة جدا، إلى أي مدى يحتاج إلى أطر تنظيمية لتأطير تحركه من أجل الاستمرار بزخم وزخم أكبر ربما في المستقبل؟ بدقيقة. الاساس هيك انه الشباب هذا يستمر في الحراك، في الحركات الموجوده فيه، التنظيمات وظيفتها تساعد هاي الحركات، والحركات هاي بتؤدي لنتائج تفيد لهاي التنظيمات، بالاخر الحصاد كلياته بده يحصدوا التنظيمات والحركات الشبابيه، احنا بحاجه لهاي التنظيمات الموجوده، احنا بحاجه لهاي الحركات السياسيه الموجوده باي شعب في الدنيا، في ايديولوجيات، في افكار، في حاله نقاش، في مع هاي ضد هاي، طبيعي جدا. الفكرة الأساسية إنه التنظيم فيش غنى عنه بسبب تماسكه، تعبئته، قدرة استمراريته. بنطي مثال هون الانتفاضة الأولى،
الانتفاضة الأولى الشعب ثار وهو قائد المرحلة، بس كان في دور للتنظيمات على المستوى البعيد. الاحتلال بيحاول يستنزف الشباب قديش بيقدر، التنظيمات هي عندها القدرة لأنها تحمي نفسها أكثر بموضوع الاستهداف. وفي إطار المواجهة والمبادرات إسماعيل، وأحد تلك المبادرات تحدثنا عنها قبل قليل ذكرناها سريعا هي مسيرات العودة، برأيك إلى أي مدى في حال واصل الاحتلال تعنته وانتهاكاته في القدس، في الشيخ جراح، في الأقصى، يمكن أن تعود هذه المسيرات للضغط على الاحتلال؟ بدقيقة إسماعيل لو سمحت. في دقيقة، بالعودة إلى مسيرة العودة نتذكر شهيدين ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين، وأيضا الشهيد في معركة سيف القدس زميلنا يوسف أبو حسين، فالاحتلال يتعمد دائما بقتل الحقيقة وكتمها. أما بالعودة إلى مسيرات العودة، هل هي ستعود؟ فخيار مسيرات العودة باقي وما زال على الطاولة، فرأينا ذلك في بداية هبة الشيخ جراح، كان بعض الشبان توجهوا إلى الحدود الفاصلة بين وبين الاحتلال من أجل الاعتصام والتجمهر والرد على هذا العدوان، لكن كانت الكلمة الأكبر للمقاومة لأن كل عدوان له رد بحجمه، فمسيرات العودة قد تعود في الأيام المقبلة في حال تغول الاحتلال وشدد الحصار مرة أخرى على قطاع غزة، وتكون الكلمة العليا لأركان المقاومة في قطاع غزة للرد على هذا الاحتلال المجرم. نعم. الذي يحاول بشكل دائم خنق قطاع غزة بكل الوسائل. من بعد إذن الزميل حسن راضي، بنصف دقيقة آلاء سلايمة، ماذا تقولين للشعب الفلسطيني وأنت في الشيخ جراح وتتعرضون لهذه الانتهاكات؟ ماذا تقولين للشعب الفلسطيني ولكل العرب اليوم ولكل العالم؟ شبابنا الفلسطيني، إحنا بنحكي لكم تعالوا تضامنوا معنا كل يوم تواجدوا في حي الشيخ جراح. احنا بنعرف انه المواجهات مع الاحتلال صعبة وقاسية، بس حسب ما انا شايفة كل يوم رغم كل الاعتقالات والممارسات الصهيونية اللي عم بتصير عنا، الشباب عم بيجوا، انا بدعوهم يجوا يتضامنوا معنا في حي الشيخ جراح يوميا، حتى يكون في يوم يبت في قضية حي الشيخ جراح من محكمة الجنايات الدولية. لا ننتظر من حكومة الاحتلال العنصرية على مدار سنوات التي لم تعطينا أي قرار إيجابي لصالحنا أن تعطينا الآن قرار إيجابي. ستستمر في التجميد ومماطلة في المحاكم. أقول للعالم أجمع، لا تجعلوا الإعلام يغيبكم عن الحقيقة، شوفوا الحقيقة من مصادرها، من ناسها، شوفوا الحقيقة من الناس اللي عم بتعيش الجرائم اللي عم تمارس عليها. ما تسمحوا لإعلام مسيس هو يقودكم ويتحكم ب أشكرك آلاء. صورة الكيان الصهيوني عنكم. شكرا جزيلا لك الناشطة آلاء سلامة، كنت معنا من الشيخ جراح. الشكر أيضا للناشطة والصحفية رما يوسف من القدس المحتلة، وشكرا لأنيس صفوري من الجليل، والإسماعيل الغول من غزة، وشكرا دائما لكم مشاهدينا على المتابعة. إلى اللقاء.